إعلان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يضم جميع الأحزاب والمكونات السياسية عدا المجلس الانتقالي الذي اعتذر على الانضمام. أهداف التكتل الوطني: أولاً، استعادة الدولة وتوحيد القوى اليمنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب. ثانياً، حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي. ثالثاً، الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها. خامساً، التوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام. سادساً، دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني. We'll be right back.